الصورة الكاملة هي أن هناك نوعين من القبض، هناك قبض مريح، هناك قبض سلس، هناك قبض يسير، وهو ما يختص به المؤمن. كتب الله لكم ولمن يسمع هذا الأمر بعد عمر طويل. وهناك قبض شديد كلما تقول فيه هو أشد، وهو ما يرتبط بقبض أرواح الكافرين والجاحدين والعصاة الفساق المتعمدين، وهذا واضح. وكل ما تقول هناك في محله، اعتبار الله سبحانه وتعالى أعد هذا الأمر، أعد العقاب والعذاب لمن عصاه ولمن خالفه. خلق الله هذا الإنسان ولم يكن شيئا مذكورا، لا أنا ولا أنت كان إلنا حق على الله أن يخلقنا، صحيح لو لا؟ خلقنا بفضله وأنعم علينا بذلك، ثم زودنا بكل النعم من غير استيجاب ولا استحقاق، وقللنا أيضا سوى الأعمال هذه العبادية واجتنبوا تلك المحرمات الإلهية. لو إحنا سوينا هذا حتى لو ما أعطانا أي جزاء هو يكفي، خلقنا ورزقنا وعطاؤنا ووجودنا من قبله هذا يكفي هذا بهذا، لكن الله لكرمه فوقها زادنا وقال أعطيكم حياة طيبة في هذه الدنيا وفي الآخرة جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. طيب، ولمن خالف قال له أنت ما كنت تستحق في الدنيا أن أنعم عليك، حتى كان لازم أتركك بالجوع إلى أن تهلك لأنك عصيت خالقك والمنعم عليك، فوقها إحنا أعطيناك هذا، أرشدناك وجهناك، لم تفعل شيئا حسنا تفضل إلى العذاب. والعذاب يبدأ من أول انتقالة، من أول قبض الروح. لا مو بس هذا أول قبض الروح، هذا تسخين حسب التعبير. انتظر الوجبة الأساسية، هناك راح تشوف الشغل الصح، وإلا الآن هذا شيء بسيط في قياس ما ينتظرك. فإذا هناك قبضان، قبض مريح سلس رفيق هو للمؤمنين، وعليه الروايات كثيرة، والإنسان يقدر يختار طريقة قبضه، طريقة قبض روحه بإيده يقدر يختارها.